السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام الألماس للزينة في حق الرجال؟ لا بأس به، لأن الحكم خاص بالذهب، خاص بالذهب والفضة ما غير الخاتم، الفضة غير الخاتم. وأما بقية المعادن وإن كانت ثمينة الأصل الإباحة والحمد لله. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،